السعودية عندما فكرت أيام الملك فيصل تزرع قمح ركب الطيارة كيسنجر وطب على الرياض والتقى بالملك فيصل قال له ليش بديتوا تزرعون قمح ليش؟ قال له لأننا بنسوي لكم بنسوي أمن غذائي عندنا نحقق الأمن الغذائي داخلي. قال ما إحنا نضمنك إن نوصل كيل والقمح إلى مطار أو ميناء جدة بثلث السعر اللي راح يكلفك بزراعة القمح. فلذلك كفوا عن زراعة القمح. فقال الملك فيصل لا لن نكف عن زراعة القمح. ولذلك كيسنجر ما ارتاح من كلام الملك فيصل وهو طالع من القصر رايح للمطار بيركب الطيارة سوى مؤتمر صحفي في مطار الرياض وقال أنا لقائي مع الملك فيصل ما كان ناجح